توفير منصة مبتكرة يشارك فيها قادة من القطاع الحكومي والخاص وقادة وخبراء دوليون وأقليميون يبحثون فيها سبل الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي لكي تضاهي أفضل الممارسات في البنية التحتية للجودة في أفضل في الدول العالمية الأخرى. نعم، المجلس يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة من خلال تمكين الجهات التنظيمية وقطاعات الأعمال المختلفة في البنية التحتية، ومن خلال تعزيز التنافسية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية.